nous allons tout à l'heure voir les détails des chiffres du groupe CIH Bank. Ce que je peux dire en usage en introduction, c'est que de façon globale, ce début d'année 2018, عرف واحد نتائج ساره جدا بالنسبه لنا لا من الناحيه التجاريه كنلاحظوا بان الودائع ديال الزبائن تنمى بواحد الشكل مهم جدا اللي فاق 20% الان ودائع بلغات 34 مليار ديال الدرهم وهذا تقدم كبير تقريبا 6 ديال مليار ديال الدرهم زائده على السنه الماضيه هاد السنه يعني من شهر يونيو 2017 لشهر يونيو 2018 هذا كيبين بان الحضور ديال البنك في السوق المالي عنده استقبال من الجمهور ومن الزبائن اللي بلغ العدد ديالهم تقريبا 137 الف زبون جديد اللي فتحوا حسابات عندنا في البنك واللي عطاو هذه النتيجه بالنسبه للودائع الان المراه النساء اللي كيجيو للبنك عندهم حساب بدون مقابل يعني ما كاينش فريكتوري كونت وكاين بطاقه بنكيه حتى هي عندها هذه الخصوصيات كامله وما عندهاش مصاريف يعني ما كتخلصش عليها هذا الشيء كيفتح المجال بطبيعه الحال باش يكون جميع النساء مرحبا بهم باش يكون عندهم واحد التكلفه ناقصه في المصاريف اللي كنزيد بان هذا مسموح لجميع الزبناء الاستعمال ديال الحاسوب ولا ديال التليفون المحمول سياش موبيل راه كيسمح باش يدير جميع العمليات تقريبا.